طبعا أنا لا أؤيد هذا، لابد أن يعز الحديث إلى أصله، يعني يقولون هذا الحديث ويذكرونه ويكتبون تحت صححه الألباني. أنا أعجب، يعني كيف جعل الله عز وجل لهذا الرجل قبولا لدى الناس؟ أنا أقول ما يمر أي حديث عند أي شخص إلا ويقال ما هو رأي الألباني فيه، فكونهم يكتبون صححه الألباني أو ينسبون الحديث إلى كتبه يقولون صحيح الجامع أو السلسلة الصحيحة، هذا يدل على قبول إن شاء الله لهذا الرجل، ولكن لا يؤيد طالب العلم، لا ينسب الحديث إلى أنه في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في السنن أو في الموطئات أو فيما شابه ذلك، لكن أقول لكم انظروا إلى توفيق الله عز وجل للإنسان.